احمد وكره الجول الاول لصالح المنتخب المصري. يستعد احمد للتسديد. بابا رائعه. اولا لا اولا لا بابا 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 بابا. ما هذا يا احمد؟ جول عالمي يا ناس، جول عالمي باليمنى في الاولى في العارضه وباليسرى في الثانيه في الشباك. طريق تامر صيام يريد كسر الصيام على مستوى على اهداف لفلسطين. هنا التصويب. بن شرقي اشرف اشرف بششوت 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 بششوت. كي جولاثو كي جولاثو كي جولاثو. الشيبي الشيب يسجل ثالث الاهداف. ما هذا يا شيب؟ كرة الحداد لم تمر، كرة الشيب تخترق الاجواء، كرة ايرلاينز ايرلاينز. الشيبي يسجل الهدف الثالث. يعني رحلة لهذا المدرب. في لحظات من الصمت والهدوء اتفاجئ بها خطورة تاخذ ايده. الكره قويه جدا. يسجل يسجل واحد من اصحاب الخبرات محمد النهيري امامنا هنا في هذه اللحظه. كره منقوله عاليه راسيه تاتي للامارات خطيره. الله فرجاني الساسي ضيعها. كرة صعبة. الحكم خلى اي الحكم خلى اللاعب الكرة. التسديد. بابا بابا جول. اوليفر كاسكاو يسجل الهدف الاول لصالح المنتخب السوري. يمشي فيها من يكون الداوي ومن يكون الطبيب. هيا والهدف الاول. هذا المداوي وهذا الطبيب، هذا المداوي وهذا الطبيب. عبد العزيز حاتم جول. 1-0 للأدعم يا فيليكس. 1-0 للعنابي. حاول هنا الكرة ملعوبة. الله جول للنجمة. النجمة هنا لا يستسلمون لا يستسلمون، يصلون إلى المرمى أخيرا. تسديد. أجمل أهدافه. يا سلام يا محمد، من أين لك هذه الدقة، هذه الروعة وهذه البراءة؟ هذا برعيادة يرفع كورة الرابع الثاني. القايم من جديد، القايم يتدخل يتعاطف مع الصقور. الجزائر في الهجوم. كورة عند إبراهيم يمر ياسين. إبراهيم عرضية. كرة الثاني والهدف الثاني. الهدف الثاني هذه المرة بغداد.